في موضوع آخر، وفي إطار الاحتفال بشهر التراث المنظم من طرف مركز الدراسات والأبحاث الحسانية بمدينة العيون بشراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين واتحاد كتاب المغرب فرع العيون، ندوة ثقافية تحت عنوان البعد التربوي في الإبداع الشعبي الحساني. في المتابعة لغالية كوارة وعبد الله المحمودي. في شهر التراث يتابع هذا الحضور في هذه القاعة ندوة ثقافية حول الأبعاد التربوية للإبداع الشعبي الحساني. مدخلات الندوة تمحورت حول دور مدونة الأمثال الحسانية كأحد أوجه هذا التراث في إنتاج منظومة القيم المنظمة للحياة اليومية وما يضاهيها من حكايات ومقامات ومرويات يومية تقدس الكلمة وتسوغ خطابا إنسانيا ومنظومة تواصل إنساني تقوم على أساسها العلاقات الإنسانية وتنضبط بموجبها الرسائل والتوصيات المنظمة لهذا المجتمع ولتراثه الشعبي. محاولة تنزيل هذه المنظومة القيمية من أجل استفادة منها النشء وإعطائها بعد تربوي، الاستفادة منها وتنزيلها كبرامج تعليمية في إطار ما جاءت به مشروع إدماج الثقافة المحلية في البرامج التعليمية واستفادت منها النشء. بدعم من مديرية التراث الثقافي يفتتح اليوم مركز الدراسات والأبحاث الحسانية بمدينة العيون بشراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين واتحاد كتاب المغرب فرع العيون برنامجه الثقافي لشهر التراث 2023 بندوة علمية تحت عنوان البعد التربوي في الإبداع الشعبي الحساني. والجديد وأنا بالنسبة لمركز الدراسة والأبحاث الحساني وانفتاح هذه السنة على جهة قلمي ومدن بنشاط بمدينة طنطان وإن شاء الله نشاط بمدينة قلمي. من الأمثال والحكايات إلى الشعر، فعبر الكلمة دائما يتوطد دور البعد التربوي للتراث الشعبي الحساني شعرا هذه المرة من خلال مدونة الأشعار الحسانية بأغراضها المختلفة التي تمثل منظومة للسلوكات الإنسانية بل وتنتج إطارا لقيم إنسانية تجسد فكر البدوي وتسوغ ما يحتكم إليه من محظور ومنبوذ ومقبول وممدوح وفضائل ومكروهات تعكس خطاب التربية وفلسفة العلاقات. تمحورت هذه الورقة عموما حول البعد التربوي والبيداغوجي في مجموعة من التعبيرات الشعبية الحسانية منها الجانب المنظوم والمنثور. أساسا الشعر الحساني بمختلف أغراضه ومكوناته وكذلك مدونة الأمثال الشعبية الحسانية والحكم والألغاز والحكايات ومختلف تعبيرات اللي صاغها اللسان الحساني على نحو واسع والتي جاءت مليئة بمجموعة من القيم الفاضلة التي أسس عليها المجتمع نموذجه التربوي. طبعا احتفاء بمناسبة الاحتفاء بشهر التراث ارتأينا اليوم بشراكة وتنسيق مع بين مركزين، مركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمركز الأبحاث والدراسات الحسانية، أن نقوم بندوة حول الموروث الثقافي الحساني أو البعد التربوي في الثقافة الحسانية. طبعا شارك فيها مجموعة من الضيوف الأسماء الهامة في المعروفة في الثقافة الحسانية وبحضور طلبة والأساتذة المتدربين بالمركز. عبر هذه الندوة الثقافية يأتي شهر التراث الذي يعزز الوساطة الثقافية بمزيد من التثمين للتراث الحساني العريق بأبعاده المختلفة عبر جهات المنطقة.